بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة سوف نتناول مفهوم الثقافة ومفهوم نمط الحياة في موضوع تعزيز الصحة، The concept of cultural and lifestyle. وراح نتناول الكالتشرال اسسمنت واللايف ستايل اسسمنت. وخلنا نرجع شوية لورا نشوف شنو مفهوم أو تعريف مفردة الاسسمنت. الاسسمنت في وقتها إذا تذكرون عرفناها إنه هي data collecting or information gathering، يعني جمع البيانات أو جمع المعلومات. نأخذ أول part من المحاضرة اللي هو cultural assessment. culture أو cultural معناته الثقافي، التقييم الثقافي بالنسبة للمجتمع. عادة هي data مثل ما ذكرنا، data obtaining معناتها استحصال أو جلب أو جمع البيانات. Data obtained from cultural assessment will help the patient and nurse to formulate mutually acceptable culturally responsive treatment plan. عادة البيانات اللي يتم الحصول عليها سواء من المريض أو من الممرض هذه راح تساعدني في بناء خطة علاجية. الكالتشرال assessment شنو مفهومها وشنو اللي راح يساعدني به؟ Data obtained from cultural assessment will help the patient and the nurse to formulate a mutually acceptable culturally responsive treatment plan. طبعا هنا البيانات اللي تم الحصول عليها سواء من الممرض او طبعا البيانات اللي خاض عليه التقييم الثقافي او جمع البيانات للثقافة اللي سواء للمريض أو للممرض، هنا راح يساعدني على صياغة أو يعني إنشاء خطة علاج تكون عادة هذه الخطة مقبولة من الطرفين وتكون متجاوبة. Responsive treatment plan. The basic premise of cultural assessment is that the patient have a right to their cultural belief, value and practices. And that these factors should be understood, respected, and considered when giving culturally competent care. الفرضية الأساسية اللي من خلالها يتم تقييم الواقع الثقافي أو المستوى الثقافي إنه نخلي في نظر الاعتبار لكل مريض إلى حقوق. هذه الحقوق ممكن تكون بالمعتقد الثقافي، ممكن تكون بالقيم، ممكن تكون بالممارسات. هنا يتوجب على مقدم الرعاية أو الشخص اللي راح يعمل الأسسمنت ينبغي أن يكون على فهم ودراية لهذه العوامل، مو فقط فهمها وإنما احترامها ومراعاتها، خصوصا عند تقديم الرعاية مختصة ممكن يكون لها مساس على ثقافة هذا الفرد. The first step in cultural assessment is to learn about the meaning of the illness of the patient in the terms of the patient's unique culture. الخطوة الأولى اللي من خلالها يتم التقييم الشخص على يعني من مستوى ثقافي إنه نتعرف على أولاً خلينا نسمي meaning of illness، خلي يعني مفهوم أو المعنى الجوهري للمرض اللي يعاني منه هذا المريض. واحنا دائما نخلي بنظر الاعتبار خصوصا في موضوع تعزيز الصحة انه البيشنس يعتبر اليونيك يعني الشخص الفريد، وبالتالي فان ثقافة هذا الشخص ايضا تكون بالنسبة لمقدم الرعاية الصحية هي ثقافة فريدة، يعني وحتى يتم مراعاتها وفهمها واحترامها و تكون يعني تنفيذ الخطة العلاجية تكون يعني تسير بسلاسة، وعادة تكون مقبولة مثل ما ذكرنا سلفا مقبولة من كلا الطرفين سواء من مقدم الرعاية أو من المريض. راح نأخذ مجموعة من الأسئلة اللي من خلالها راح احنا قلنا الاسسمنت هو جلب البيانات، عادة ممكن عن طريق الانترفيو وعن طريق وسائل كثيرة، لكن احنا نخلي بنظر الاعتبار انه the question to ask during culture assessment نخلي مجموعة من الأسئلة حتى نفهم المستوى او التقييم الثقافي لهذا الفرد.
What do you think has caused your problem؟ دائما السؤال شنو رأيك في سبب المشكلة اللي أصابتك؟ طبعا هنا راح ينطي المريض أو الفرد الرأي من وجهة نظره، وقد تكون لها مساس ب وإنما مو لها مساس، وإنما هي تكون ملتصقة، أو الرأي هذا يعبر عن مستوى ثقافة هذا الفرد. Why do you think it start when it did؟ هنا أنا أيضا راح أعرف مفهوم الفرد هذا أو اعتقاده عن بداية المرض ومتى حدث. How severe is your illness؟ Will it have a long or short course؟ شنو خطورة المرض؟ ما مدى خطورة مرضك؟ أو هل سيكون يعني long term or short course؟ فترة العلاج راح تكون يعني طويلة أم قصيرة؟ What kind of treatment do you think you should receive؟ شنو نوع العلاج اللي تعتقد أنه يجب أن تتلقاه؟ What are the most important results you hope to get from this treatment؟ شنو أهم النتائج اللي تتمنى أن تحصل عليها من هذا العلاج؟ وأكيد طبعا الشفاء الهيلينج. What are the chief problem your illness has caused for you؟ شنو المشكلة الرئيسية اللي سببت لك هذا المرض؟ وأخيرا What do you fear most about your illness؟ معناتها شنو أكثر شيء تخشاه من هذا المرض؟ عادة طبعا حسب طبيعة الأمراض. هسه إذا نأخذ مثلا على مستوى السي اي أو الكانسر ديزيز، أغلب الأمراض أغلب الخوف والخوف من الموت، وهذا يعني واضح جدا. ممكن حتى إذا طبقنا المثال على موضوع الكوفيد 19، أكو fear from الاختناق. يعني الأشخاص اللي مصابين بالتشيست انفكشن، يعني وتظل إذا كانت كوفيد 19 أو غيرها، خصوصا الديب انفكشن، ديب تشيست انفكشن، هذول يكون عندهم خوف من الموت بسبب الاختناق. طبعا من خلال طرح هاي الأسئلة، ممكن الأسئلة تكون موجهة إلى المريض، ممكن الأسئلة تكون موجهة للريلاتيف قد يكونون هم الفاميلي، راح نحصل على معلومات قيمة، وهاي المعلومات تساعدني في خطة العلاج، خطة التعليم والتثقيف المريض. وهنا أنا لازم نتذكر أنه تفسير المريض الشخصي راح يساعدني هواية، طبعا من وجهة نظر المريض يساعدني، وتجربته مع المرض راح يساعدني هواية في موضوع الـ cultural assessment. هسه نجي على البارت الثاني من المحاضرة، البارت الأخير من هذه المحاضرة هو الـ lifestyle assessment، نمط الحياة. هنا راح نقيم أسلوب أو نمط الحياة. هنا عندي guidelines for assessing lifestyle factors that affect health well-being. الدليل اللي من خلاله راح أقيم عوامل سلوكيات أو نمط الحياة اللي راح تأثر على الصحة والرفاهية. أول فقرة هي السليب هابتس اللي هي عادات النوم. عادة sleeping from 6 to 8 hours at night, waking feeling rested, alert and able to function during the day. الناس اللي تنام من 6 إلى 8 ساعات يكون عندهم شعور بعد الاستيقاظ، شعور يكون بالراحة، وأيضا يكون هذا الشخص يعني نبه قادر على العمل خلال النهار. فيما يخص هذا السليب هابت، بالإيتينج هابت بعادات الأكل أو تناول الطعام، إيتينج variety of food each day including foods from each of four food groups each day, feeling satisfied after eating, no adverse physical reaction to food. بعادات الأكل تناول الأطعمة المتنوعة يعني كل يوم بما في ذلك يعني تحتوي على مجموعات غذائية منوعة وعلى وجبات
ممكن تكون 3 وجبات، ممكن تكون 4 وجبات، طبعا حسب يعني نمط الحياة أو أسلوب الحياة. هذا راح يعزز الشعور بالرضا خصوصا بعد الأكل، وما راح ينطي أو يوجه لي فد ردود فعل سلبية على الجسد أو على الجسم بصورة عامة. الفيزيكال اكتيفيتي اللي هو نمبر 3، engaging in 30 to 60 minutes of moderate physical activity 5 to 7 times per week, a combination of the cardiovascular activity, strength training and flexibility exercise. النشاط البدني، عادة ممارسة النشاط البدني المعتدل 30 إلى 60 دقيقة، يعني من نصف ساعة إلى ساعة، ممكن من 5 إلى 7 مرات أسبوعيا. هذا راح يولد لي نشاط، بخصوصا في يعني النشاط يكون مزيج من نشاط القلب، نشاط الأوعية الدموية، وتمارين القوة وتمارين المرونة، راح يساعدني هواية على زيادة النشاط وبالتالي تأدية الوظائف والأنشطة اليومية. low moderate alcohol consumption، هاي بالنسبة للأشخاص اللي يتناولون الكحول، limiting alcohol consumption to two or fewer standard drink per day with maximum of 14 serving per week for males and 9 serving per week for females. بالنسبة للأشخاص اللي يتناولون الكحول، طبعا الحد من استهلاك الكحول هنا محددة، يمكن ياخذ يعني مرتين، ممكن يشرب أقل شيء يوميا، و14 مرة أو حصة في الأسبوع، 9 مرات ممكن أيضا في الأسبوع، 14 اللي يعني مخصص كحد أعلى بالنسبة للذكور، ممكن يشرب 14 مرة، زين، أو ممكن هاي بالنسبة للذكور، بالنسبة للإناث 9 كحد أعلى هذا. أنا أتذكر في واحدة من زياراتنا لمعهد التغذية، في وقتها حددوا أعتقد ما يعادل 100 مل، 100 مل يعني كمية المشروب تكون 100 مل. الستريس مانجمنت، being aware of factors affecting your stress level, practicing activities and that reduce negative effect of stress. طبعا هذا ايضا موضوع مهم اللي هو كيفية ادارة الاجهاد. لازم يكون عند الشخص ادراك للعوامل اللي راح تأثر على مستوى التوتر، كيف يسيطر على التوتر من خلال ممارسة انشطة معينة ممكن تقلل من الاثار السلبية اللي ممكن تولد للتوتر. واخرا اللي هو الـ effective time management، هنا راح يكون عندي identify structure or system that helps you to keep on track, recognizing time waster, learning to priorities, setting realistic goal, balancing your time between work and leisure activities. إدارة فعالة للوقت، طبعا هذا أيضا موضوع مهم، هنا لازم أحدد فت هيكلية أو نظام يساعدني على البقاء على المسار الصحيح، وأتعرف من خلالها على الأشياء اللي ممكن تعتبر مضيعة للوقت. هنا لازم أحدد الأولويات وأحدد الأهداف، ولازم تكون الأهداف واقعية ومتوازنة، أوازن ما بين الوقت وأوازن ما بين العمل والأنشطة الترفيهية. هذا فيما يخص البارت الثاني في المحاضرة التاسعة. سنتوجه على المحاضرة العاشرة، وأيضا محاضرة قصيرة إن شاء الله. في هذه المحاضرة راح نأخذ موضوع اسمه Evaluation of Effectiveness of Health Promotion. Evaluation تعرفون معناتها التقويم، أو ممكن نقول عليه تقييم، بس مو جمع
وانما مقارنه evaluating. زين، المقارنه والتصحيح وليس مو مثل الاسسمنت. بالنسبه للافكتيفنس، افكتيفنس معناتها الفاعليه، فاعليه. بعد المحاضرة إن شاء الله اللي يكون المحاضرة العاشرة راح ناخذ موضوع تقييم أو تقويم فاعلية تعزيز الصحة، وخلينا ناخذ أيضا التعريف موجز للـ evaluation. والـ evaluation is a way of assessing whether the promotion activities has been met، يعني تحققت هذه الأهداف الـ objectives. It is important to evaluate the activities. هنا التقويم عبارة عن وسيلة من خلالها أقيم هل كانت هذه الأنشطة، أنشطة تعزيز الصحة، هل حققت أهدافها. وهنا التقييم راح يساعدني على يعني معرفة المشاكل أثناء خطة، أثناء تنفيذ الخطة. عادة يكون الإيفالويشن مرتبط ارتباط وثيق بالبلانينج. خلينا ناخذ مجموعه من الاسباب اللي راح تساعدني ايضا في فهم هذا الموضوع. احنا ليش بدنا نسوي evaluating؟ It will be give a sense of achievement. هنا راح يعطيني شعور بالانجاز. ايضا help to work out ways to improve for next time. هنا ايضا راح يمكن الاخرين من يساعد على ايجاد يعني طرق تحسين او تصحيح بالمرات القادمة لتنفيذ خطة علاجية ما. وأيضا راح help to work أو out ways to improve العفو enable other people to learn from it when developing their own plan. وهنا راح يساعد ويمكن الآخرين من التعلم خصوصا عند وضع الخطة العلاجية اللي خاصة بهم. أيضا It's important that evaluation is bold during the planning phase. هذا مثل ما ذكرتها أثناء يعني من المهم لما نبني خطة علاجية أو لما نعرفه نبدأ تنفيذ عملية التقويم أو الإيفالويشن، لازم يكون بناها مرتبط بمرحلة التخطيط، وتكون المقارنة ما بين الـ outcomes وما بين الـ planning steps اللي هي مرحلة التخطيط. وطبعا عندي نوعين. There are two general approaches to evaluation. عندي الـ quantitative والـ qualitative. الـ quantitative هذا الأسلوب، أسلوب التقويم الكمي اللي هو الـ quantitative، والـ qualitative اللي هو النوعي. بالنسبة للـ qualitative، The qualitative evaluation how they can is based on the numbers of things that can be measured, whether it the number of people who attend on activities of health promotion or the number of people who change their behavior. It is a more structured way, a more structured way to evaluate, and would usually require a base to start from. For example, if the object was to halve the number of people who smoked in the community by the end of the project, it would need to know how many people smoked at the beginning of the project. بالتقييم الكمي هنا عادة يعتمد على based on numbers، معناته يعتمد على الأرقام. أيضا things الأشياء اللي يمكن قياسها، things that can be measured. هاي مهمة وراح تجيكم بالامتحان. احنا راح نعتمد على من؟ نعتمد على الأرقام وأيضا الأشياء اللي ممكن قياسها، سواء كان عدد أشخاص يحضرون أنشطة مثلا خاصة بتعزيز الصحة، أو عدد الأشخاص اللي راح يغيرون من سلوكياتهم، خصوصا السلوكيات اللي تتعلق بالجانب الصحي. تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر تنظيما لعملية التقويم. عادة نتطلب بناء قاعدة معينة حتى نبدأ بها. على سبيل المثال إذا كان هدفنا من خفض الأعداد اللي يدخلون بالمجتمع إلى النصف بحلول نهاية مثلا البروجكت، نهاية المشروع، هنا لازم يتوجب علي أنا لما أريد
خلي مشروع لازم يكون عندي دراية بمعرفة عدد الأشخاص اللي هم أصلا كانوا مدخنين قبل بداية المشروع، فحتى أسوي مقارنة ما بين يعني before and after، before evaluation و after evaluation. وإذا تذكرون أنا ذكرت بداية هذه المحاضرة قلنا الـ evaluation هو ليس فقط عبارة عن مقارنة، وإنما مقارنة وتصحيح، تصحيح للسلوكيات، تصحيح بناء على وضع خطة معينة طبعا. فلهذا الهدف مثلا أخذنا هذا المثال، إذا كان عندنا مجموعة من الأشخاص يدخلون بالمجتمع وأنا حددت لهم هدف يعني بالخطة، لما رسمت الخطة حددت أنه أنا راح أوصل بعد تنفيذ المشروع بحلال نهاية المشروع، بحلول نهاية المشروع لازم يكون عندي نصف هذا العدد، يعني ينخفض نصف عدد المدخنين. هنا لازم يكون عندي معرفة ودراية بعدد الأشخاص اللي هم أصلا مدخنين أو اللي دخنوا بداية المشروع. The qualitative evaluation is more about how well an activity was delivered and received. هنا أنا بالتقييم النوعي طبعا هذا يكون أكثر حول يعني مدى جودة تنفيذ الأنشطة، سواء على مستوى تنفيذها أو على مستوى delivered يعني استلام، العفو received استلامها. هنا أنا راح يعتمد على بعض الأشياء طبعا. It's relies more on people experience their thoughts and opinion، يعتمد على الناس عبرون عن أفكارهم وعن آرائهم. الأفكار والآراء لا تقاس، مو مثل الكوانتيتيف. هنا أنا دي نتحدث عن موضوع جودة وليس يعني نتحدث عن أشياء خلينا نسميها معنوية أو نوعية. الأشياء النوعية غير قابلة للقياس، أما الأشياء الكمية فهي قابلة للقياس، هي من اسمها واضح. The people experience their thoughts and opinion مثل ما ذكرنا، هنا راح الناس تعبر عن أفكارها وعن آرائها. الأفكار والآراء عادة تعتبر أشياء نوعية ولا يمكن قياسها. How people engage with the activities، شلون انخرطوا الناس أو يعني انغمسوا الموضوع أو مارسوا هذه الأنشطة. بالنسبة للفيلت أو الفيلينج، how they felt about doing the activities، شنو الشعور اللي يعني يتولد خلال القيام بمجموعة من الأنشطة ونشاط معين. زين، what they think could have been done better، شنو اللي يعتقد أنه ممكن القيام به بشكل أفضل، أو اعتمادا طبعا على خطة العلاج. هنا depending on the plan of health promotion، لما نعتمد على خطة العلاج هنا ايش راح نسوي؟ نسجل record the number of people who attend the event or activity، سجل الأشخاص اللي حضروا أو الحدث أو النشاط، وأيضا راح نسجل الأشخاص اللي حضروا الفحوصات الصحية record the number of people to turn up of for health checks. Prepare a short survey. Prepare a short survey or a questionnaire to get people feedback on activity. قد تكون perhaps measuring people awareness of the factors contributing to chronic disease and whether they felt they had enough information to make healthy lifestyle choice. طبعا هنا prepare a short survey، survey يعني خلينا نسميه استبيان أو مسح، survey معناته مسح أو استبيان. هنا المسح قصير أو مجموعة من الأسئلة الاستبيانية اللي راح الناس تحاول توضع تعليقاتها على نشاط معين. طبعا يتم قياس مثلا وعي الناس بالعوامل اللي تمسهم بالإصابة بالأمراض المزمنة، ناخذنا على يعني على سبيل المثال. أو إذا كانوا عندهم مثلا إنه هم يمتلكون عندهم شعور إنهم عندهم معلومات كافية حتى يتخذ قرار أو خيارات معينة تمس نمط حياته الصحي.
آخر شيء اللي هي الـ organize and community meeting to discuss the project or activity after has taken place. لا لازم أكيد يتم يعني اجتماع تنظيم في الاجتماع على مستوى مجتمع، مستوى مجموعة من الأفراد يناقش مشروع معين أو نشاط و الـ outcomes مخرجات هذا المشروع وهذا النشاط بعد حدوثه. هسه نجي على الـ process والـ impact and outcome of evaluation. هنا عملية التقييم تأثيرها والنتائج ونتائجها. There are three main methods of evaluating of health promotion program. These include process evaluation, impact evaluation, and outcome evaluation. هناك عندنا ثلاث طرق رئيسية من خلالها نقدر نقوم أي برنامج يخص تعزيز الصحة، وهذه طبعا تشمل تقييم أو تقويم للعمليات بصورة عامة، تقويم للآثار المحتملة، تقويم للنتائج المتوقعة إلى آخره. وهذه أيضا تشمل involves assessing or measuring the activities in the program and the quality of the program. طبعا أيضا ينطوي هذا الموضوع على تقويم أو قياس الأنشطة اللي يكون ضمن البرنامج، وأيضا قياس جودة هذا البرنامج. It often takes account of the views and involvement of the program target group. طبعا غالبا ما يأخذ نظر الاعتبار آراء ومشاركة المجموعة المستهدفة ضمن هذا البرنامج اللي يتعلق بموضوعنا الرئيسي اللي هو الـ health promotion. طبعا this type of evaluation can be done throughout the program, for example on a weekly, fortnightly or monthly basis. نقدر نسوي أي إجراء أو من هذا النوع للتقييم. طبعا كل أنحاء البرنامج اللي إحنا راح نشتغل عليه ممكن نسوي على مستوى أسبوعي، ممكن نسوي على مستوى نصف شهري أو شهري. ناخذ بالنظر الاعتبار الأشياء التالية، وهي أيضا مجموعة من التساؤلات اللي من خلالها يتم وضع البرنامج أو يتم العفو تقويم وتقييم البرنامج. Is the program reaching the target group؟ هل وصل البرنامج للفئة المستهدفة؟ لا تذكرون إحنا أخذنا مثلا على موضوع المدخنين، فممكن هذاك إحنا أخذنا على الكوانتيتيف. إذا نقلبه نقدر نسوي على الكواليتيتيف أيضا، فالفئة المستهدفة هم الناس المدخنين. هذا البرنامج هل وصل لهم؟ البرنامج اللي أنا راح يعني تم إنشائه، هل أيضا are the all parts of the program reaching all parts of the target group؟ كل أجزاء البرنامج، كل أجزاء البرنامج وصلت لكل أعضاء الفئات المستهدفة. زين. Our participants satisfied with the program؟ كل المشاركين راضين عن هذا البرنامج. وأيضا are the activities of the program being implemented؟ البرنامج هل تم تنفيذه بصورة عامة أو هل تم تنفيذ جميع أنشطة البرنامج؟ و are all the material and components of the program of good quality؟ جميع المواد والمكونات اللي راح استخدمها ضمن هذا البرنامج هل هي ذات نوعية جيدة أو جيدة النوعية؟ وهذا أيضا involves assessing or measuring immediate effect of the programs, for example A on the individual within a target group or groups as a whole. طبعا ينطوي التقييم وتقويم قياس الآثار المباشرة لتنفيذ هذا البرنامج على سبيل المثال إذا أخذنا مجموعة الأفراد، أيضا راح يكون التقويم شامل داخل المجموعة المستهدفة كمجموعة والمجموعة ككل، وراح أخذ بنظر الاعتبار الفيزيكال انفايرمنت اللي هي بي. فيزيكال انفايرمنت يعني البيئة المادية، البيئة المادية أيضا، والموتيفيشن فور تشينج أور individual groups community levels of involvement prior to during and toward the end of the program. دوافع التغيير اللي ممكن تلكوها مجموعة الأفراد أو السلوكيات على مستوى مشاركة الفرد، مستوى مشاركة المجموعة داخل هذا المجتمع قبل شروع تنفيذ البرنامج وأثناءه
وحتى عند نهاية هذا البرنامج. راح ناخذ الـ Process Evaluation، هذا اللي مهمات النقاط وأيضا تجيكم في الامتحان. الـ Evaluation، العفو الـ Process Evaluation هي الـ Main Question، يعني الأسئلة الرئيسية. الـ Main Question to consider when during Process Evaluation، شنو الأسئلة اللي أنا يجب يعني يجب مراعاتها خصوصا عند تقييم أو عند إجراء تقييم الـ Project أو العملية. زين، نجي على الـ Impact Evaluation. الـ Impact معناتها الأثر، هنا راح يصير عندي عملية تقويم للأثر، وهذا راح يشمل الـ Involve Assessing or Measuring the Longer Term Effect in the Program، يعني أقيم أو أقيس الآثار خصوصا الآثار تكون طويلة الأمد بالبرنامج. الـ Outcomes Evaluation is related looking at the program and the assessing of the program has been or has had any effect on the target group or individual and or in the community over long period of time. عادة يكون يعني يكون مرتبط بشكل عام بالأهداف، وتطوير الأهداف يجب أن يأخذ في نظر الاعتبار دائما، والنتائج المتوقعة والنتائج اللي نحاول تحقيقها. وآخر شيء عندي هو الـ Outcome Evaluation اللي هي تقويم المخرجات أو تقييم، خلينا نسميها تقييم النتائج. عندي هسه الـ Principle for Evaluation، Principles for the Evaluation of Health Promotion. هنا راح نقيم المبادئ أو المبادئ الخاصة بسلوكيات أو مبادرات تعزيز الصحة. Participation معناتها المشاركة، وعندي participation at each stage of one of evaluation these or those with an interest to be involved. These can include policy makers, community members and the organization, health and other professional إلى آخره. هنا المشاركة ضرورية تكون بكل مرحلة من مراحل التقويم، هنا لازم احنا نشرك كل أصحاب المصلحة خلينا نسميهم، وممكن يشمل مثلا الأشخاص اللي هم decision making اللي صانعي القرار وصانعي السياسات، وأفراد من المجتمع، المنظمات، والمهنيين أو الأشخاص اللي لهم علاقة مباشرة مع الصحة، خلينا نسميهم اللي سميناهم الهيلث أند أذرز بروفيشنال، يعني الأشخاص المتخصصين في مجال الصحة. عندي مالتيبل ميثودز، يعني طرق متعددة من خلالها أيضا الإيفالويشن شود درو أون ذا فاريتي أوف ديسيبلينز أند إمبلوي a broad range of information gathering procedures. طبعا عدة طرق أيضا معتمدة ممكن أستند عليها حتى أوصل لمجموعة من التقييمات أو التقويم اللي راح يتنفذ على مجموعة متنوعة. هذه المجموعات تكون متنوعة من التخصصات، وممكن نستخدم بها مجموعة واسعة من إجراءات جمع المعلومات. عدي الـ capacity building يعني بناء القدرات. Now the evaluation should enhance the capacity of individual communities and organizations. يرتبط تقييم بناء القدرات، لازم يكون عندي تعزيز أو يعزز نعزز من موضوع قدرة الأفراد، قدرة المجتمعات وما إلى ذلك. عادة بالـ capacity building الـ impact evaluation is related to looking at the objectives the program and assessing if they have had any effect of the target group or individuals on or in the community. هنا دائما يكون ارتباط الآثار، وهنا لازم احنا نكون ناخذ بنظر الاعتبار موضوع تقييم الأثر خصوصا اللونج اللي هو الأثر البعيد المدى، بالنظر إلى أهداف البرنامج اللي تم وضعه. هنا نقيم فيما إذا كان له تأثير على المجموعة المستهدفة أو على الأفراد أو على المجتمع بصورة عامة. The evaluation should be designed
to accommodate the complex nature of the health promotion intervention and their long term impact. طبعا هنا اللي هي الـ appropriateness اللي هي الملائمة، هنا لازم احنا نصمم فد تقويم خاص يستوعب طبيعة او الطبيعة المعقدة، خصوصا للمواضيع او الاجراءات اللي تتعقق العفو تتعلق بتعزيز الصحة وتأثيرها على المدى الطويل. اخر شيء عندي recommendation for the evaluation of health promotion، هنا عندي مجموعة من التوصيات خلينا نسميها. هذه التوصيات من خلالها يتم تقييم السلوكيات الخاصة بتعزيز الصحة والمبادرات الخاصة بتعزيز الصحة. Those who have a direct interest in health promotion initiative should have a opportunity to participate in all stages of its planning and evaluation. طبعاً الذين لهم اهتمام مباشر بمبادرة تعزيز الصحة لازم يكون عندهم نتاج أيضاً وفرصة بالمشاركة بجميع مراحل التخطيط ومراحل التقويم أو تقييم البرنامج. وأيضاً adequate resources should be devoted to the evaluation of health promotion. هنا لازم أخصص يعني موارد كافية للإجراء موضوع التقويم أو التقييم الـ evaluation. Health promotion initiative should be evaluated in the terms of their process as well as their outcomes. هنا أيضا لازم يتم تقييم المبادرات اللي تتعلق بتعزيز الصحة من حيث العملية عملياتها يعني خطوات تنفيذها وخطوات ونتائجها. وآخر شيء عندي الـ experts in the evaluation of health promotion initiate needs to be developed and sustained. معناته لازم أنا استخدم تجارب اللي تكون تعتبر كشواهد لتقييم او تقويم مبادرات تعزيز الصحه، عاده هذا يكون في معظم الحالات. لهنا يا شباب تنتهي